مشاهدينا اهلا بيكم مره تانيه. زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل اني هينضم ليا الطفله ميرا. ميرا الطفله الجميله اللي كانت ملكه جمال ما شاء الله عليها، انتوا لما تشوفوها يعني حاجه تفرح القلب، فعلا تستحق اللقب بجداره. وكمان مشرفني معاها مامتها اندي عادل، مشرفانا هنا في الاستوديو هي وميرا عشان نتكلم ازاي دخلت المسابقه وازاي بتشارك في عروض الازياء وازاي بتعمل اعلانات وازاي حاجات كتير جدا رغم ان عندها 6 سنين. فخلوني ارحب بيها. اهلا بيك يا ميرا. الحمد لله. منوراني منوراني منوراني. شكرا. واهلا بحضرتك طبعا في البدايه وربنا يبارك لك فيها. انا خايفه عليها جدا على فكره. ربنا يخليكي. طب خلينا الاول نبدا بميرا. اتفضلي. اولا التاج ده يجنن. التاج ده بقى خدتيه فين؟ تلت لتل كوين. في ايه؟ تلت لتل كوين. ايوه نعلي صوتنا بقى. طلعتي ملكة جمال سنة 2018، كان معاكي أطفال كتيرة؟ كان معاكي كم طفل غيرك؟ نسيتي؟ نسيتي أصحابك؟ مين أصحابك؟ قولي لها بقى كوكي ومين؟ مين أصحابك؟ عديهم يلا. يلا عديهم. كوكي وإيمي ولارا. كوكي وإيمي ولارا. ورودي. ورودي. وجودي. سبعة، ثمانية، تسعة. طب بصي لي أنا. لا بصي، لا بصي لي أنا. تسعة. كان معاكي تسعة؟ عشرة. حداشر. 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 حلو جدا. حداشر. أنت بقى أول ما قالوا لك إن أنت بقيتي ملكة الجمال وكسبتيهم وعلقوا لك التاج كده وحطوا لك على راسك، حسيتي بإيه؟ كنت مبسوطة قد إيه؟ أوي؟ كتير أوي؟ أه. طب عملتي إيه أول ما اتعلق لك التاج؟ حضنتي مامي ولا قعدتي تسقفي ولا عملتي إيه؟ الفرحة بتاعتك عملتي إيه بقى؟ عملتي ايه؟ قولي لها عملتي ايه. طب ينفع تديني التاج ده؟ ممكن بليز؟ انا عايزه ابقى ملكه جمال زيك، ممكن تديني التاج؟ موافقه؟ ولا مش هينفع؟ طب التاج ده في البيت بقى بتخلي بالك منه وبتحافظي عليه؟ اه. بتحافظي عليه؟ اه. ولا حد من اخواتك بياخده؟ محدش من اخواتي بياخده. محدش خالص بياخده، محدش يقدر ياخده، ده بتاع ميرا بس. انت قمر يا ميرا، قولي لي انت في سنه كام؟ كيجي 1. كيج 1. انت كبيره جدا. طب شاطره؟ شاطره في الحضانه؟ طب في المدرسه؟ في المدرسه شاطره في المدرسه؟ مش حد يقول لها في الحضانه. اه في المدرسه هي كبيره فعلا. اه. طب انت في المدرسه بيعاملوكي ازاي بقى؟ اصحابك والمدرسات بيعاملوكي ازاي؟ يعني انا اصحابي بلعب معاهم. طب تيجي نشوف الفيديو بتاعك وهم بيتوجوكي؟ يلا. خلينا نطلع نشوف الفيديو وميرا القمر بيتوجوها وبيلبسوها التاج كملكة جمال الأطفال. ميرا الفيديو حلو قوي. ايه الجمال ده؟ شكرا. انا كنت فرحانه بيكي قوي وما زلت فرحانه بيكي، وعلى فكره كمان الطقم اللي انت لابساه واو. مين اللي جايبه لك؟ مامي. مامي اللي بتلبسك الحاجات الحلوه دي. طب تيجي نسال مامي، يعني طبعا حاجه تفرح. ربنا يخليك. ازاي جات لك فكره المسابقه واشتركت لها ازاي؟ هي كانت المفروض المسابقه دي اتعملت سيزون قبل ميرا. فكان هي ميرا كانت ايامها سنها صغير، فالسنه اللي بعدها واحده صاحبتي قالت لي ده هم بداوا، كان عندنا في النادي يعني، فقالت لي خلاص ده هيعملوها تاني ما تقدمي لميرا. فانا قلت لها لا ده ميرا لسه اصغر من السن المطلوب. قالت لي اسالي مش هيحصل حاجه وبتاع. فروحت سالتهم قالوا لي لا هم احنا بنستثنى من الشروط شهرين، فهي اوكي عندها الشهرين دول فمش مشكله، تقيميها ميرا 5 لشهرين. فقدمت لها وعدت اول مرحله اللي هم بيصفوا منهم 11. بعد كده بقى دخلت يوم الحفله بقى وكسبت. كسبت. كان احساسك ايه اول ما كسبت؟ فرحانه بيها جدا طبعا. احنا برضو عايزين نقول ان مفيش طفل وحش. يعني احنا بنعمل المسابقه دي من باب الترفيه على الاطفال، لكن كل الاطفال بكل ملامحهم بكل اشكالهم حاجه كده تفرح. اه طبعا. مفيش طفل، مفيش ملكه جمال في الاطفال وفي حد وحش، كلهم حلوين ما شاء الله. ولكن احنا بنحاول نخليهم مختلفين. ميرا كمان بتشارك في عروض الازياء صح كده؟ ايوه.
قولي لي بقى احكي لي دخلتيها برضو كده ازاي؟ لا هي كل بصي كل حاجه يعني جت مع ميرا بالصدفه، يعني ان هي تدخل موديلنج وكده برضو كان بالصدفه. صاحب باباها كان عنده مصنع وبيصور، خد ميرا معاه، دي كانت اول حاجه. بعدها بقى بدات الناس تكلمنا عايزين ميرا تصور معاهم كده. وميرا كمان بطله اعلانات صح؟ تصور اعلانات. ازاي ميرا بتعرفي ما بتكسفيش بقى؟ انت دلوقتي مكسوفه معايا جدا وبتتكلمي بالعافيه. التصوير قولي لي ايه رايك في التصوير، متعب ولا حلو؟ انت رايك ايه؟ قولي لها رايك ايه، قولي لي. حلو. حلو؟ مش متعب؟ بتقعدي ساعات كتيره؟ ساعات بتعب وساعات لا. طب ولما بتتعبي بقى بتقولي انا عايزه اروح ماليش دعوه مش هكمل الاعلان، ولا بتكملي عشان ده شغلك بقى وحاجه حلوه؟ بتكمل. بتكملي؟ طب قولي لي لما بتخلصي اعلان وبتبقي عارفه انه هينزل في التلفزيون، بتقعدي تقولي لاصحابك اتفرجوا عليا انا عملت الاعلان ده؟ لا خالص؟ خالص. لا ليه؟ محبش اصلا حد يعرف ان هي بتعمل حاجه، مش عايزه حد يعرف. تبقى مكسوفه جدا، مش عايزه حد يعرف عنها اي حاجه يا حياتي. حتى في المدرسه لما حد يقولها مثلا احنا شفناكي في اعلان كذا يعني بتاع اطفال وكده، لا انا ماشي خلاص. خطوه التمثيل ممكن تدخليها الكارير؟ لا يعني مش متعب، بتهيألي بالنسبه لها دلوقتي ان هي بتسافر، واحنا بنيجي من بلد كمان تانية فصعب علينا. انتوا منين؟ المنصوره. المنصوره ما شاء الله، جميلات المنصوره طبعا. ربنا ما شاء الله عليها، ربنا يخليك، ربنا يبارك فيها يا رب. هي جميله جميله. جميله انا فرحانه بيكي قوي، فرحانه بيكي عشان انت اموره، لبسك حلو، شكلك يجنن، التاج ده عجبني وهاخده بعد الحلقه على فكره. هاخده، فكري بقى هتدوني؟ تدوني؟ هتتنازلي وتدوني؟ طب ممكن تلبسوني وابقى ملكه جمال بس شويه صغننه؟ شويه صغننه مفيهاش حاجه. روحي. طب قولي لي بتغلبي مامي في البيت ولا انت طيبه كده وهاديه؟ ساعدني جدا. ساعدي مامي؟ بحب اطبق معاها. بتحبي تطبقي معاها؟ بتطبق معايا الغسيل. بتدخلي المطبخ؟ اه. بس ماما بتقول لي لا ما تعمليش، تعملي حاجه على النار. ايوه صح طبعا. مش بعمل معاها كل اللي انا بعمله. طب ممكن تغسلي انا؟ بقلب البيت. بس كده. طب ايه اكتر اكله بتحبيها؟ قولي لي. اكتر اكله بتحبيها قوي قوي. ايه؟ قولي. طب اتنين في اكلتين ولا انت محتاره في شكلهم اكتر من واحده؟ اه قولي. اكتر من واحده. قولي. قولي لها بقى كله. انا اجيب البان كيك. قولي لها. الفراخ البانيه والبان كيك. الله. طب لما تكبري يا ميري عايز تطلعي ايه؟ تطلعي ممثله مشهوره؟ يا عايز تطلعي ايه؟ مغنيه. مغنيه؟ يعني انت صوتك حلو؟ طب ممكن تغني لي؟ يلا غني. يلا غني لي بقى يا ميرا، بليز تغني لي. يلا. يلا هتغني لي ايه؟ فكر. ينفع افكر؟ اه ينفع افكر. اه ينفع تفكري طبعا. يلا. ما شاء الله عليك. خلاص فكرتي؟ طب اسالك سؤال تاني. اللي حبيتيه اكتر، عرض الازياء ولا مسابقه ملكات الجمال؟ ايه اكتر اللي ولا الاعلانات؟ اكتر حاجه حبيتيها فيهم الثلاثه ايه؟ الاعلانات. الاعلانات؟ يعني انت عايزه تبقي بتعملي كذا اعلان؟ طب انت فاكره عملتي كام اعلان؟ لا عملت كتير. كتير؟ يعني اكتر من 10؟ اكتر؟ لا اقل. انا اقل؟ طب يلا عدهم. اقل. تسعه. عملتي تسعه، يعني ناقص لك واحد بيبقى 10 صح كده؟ لا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه فاضل 10. ناقص واحد. اه عشان تعرفي الارقام بالعربي. اه مفيش عشان ناخد ارقام انجلش بس. انت جميله قوي، انا فرحانه بيكي قوي. قولي لي بقى انت يعني طموحك فيها ايه؟ عايزه تخليها تركز في ايه بالظبط؟ لا هي اللي هي تحبه، يعني انا ما عنديش حاجه اجبرها عليها، بس نفسي تبقى بتعمل اللي هي بتحبه بس مش اكتر. ما فيش حاجه معينه يعني انت تعملها براحتك. نفسي تبقى ناجحه في اللي هي حباه بس. ما بتخافيش عليها؟ يعني بخاف عليها بس. الله اكبر، احنا كمان عندنا في مصر شويه فكره الاطفال بتتحسد وبنخاف على اولادنا قوي بزياده. قصدي ان هي ما شاء الله في سنها ده بقت عامله زي ملك اكيد في وسط اصحابك، في وسط الناس اللي حواليك. لا والله اصل انا يعني عامه اصحاب يعني اصحابها وكده بيحبوها جدا، واصحابي برضو بيحبوها جدا، فلا بس يعني لا مش لا مش بخاف عليها. مش حاطه الموضوع في دماغك؟ لا بصراحه انا يعني بعمل اللي عليا، انا برقيها وخلاص يعني، لكن غير ان انا لا بخافش عليها لا. طب يا ميرا ممكن تكلميني على الباتش الحلو اللي ده خدتيه اول ما قالوا لك انك ملكه جمال؟ لا خدت الاول ميس بيبيولر. بعدين طب قولي لي ميس بيبيولر. بعدين انت عارفه يعني ايه بيبيولر؟
اكتر واحده مشهوره في المنصوره. اه انت اكتر واحده مشهوره في يعني لما بتمشي في الشارع الناس كلها بتبقى عارفاكي صح؟ بيقولوا ملكه الجمال اهي، القمر اهي. مش كلهم في ناس كتير بتوقفني بس مش كلهم. ما شاء الله عليها. ميرا ميرا عامله ايه؟ الحمد لله. انت قمر ازاي كده؟ طب انت طالعه حلوه لبابي ولا لمامي؟ مامي. مامي مامي قمر فعلا عشان جابت لنا احلى حاجه في الدنيا. ربنا يخليك. يعني فرحانه بيكي جدا. اصلا انا كسبانه المامي اللي اسمها لينسز. بتقولك ان انا لابسه لينسز. لكن انت عينيكي طبيعيه. يعني هي زرقاء. يعني انا اصلا كسبت مامي في المسابقه يعني مسابقه. طب كلميني عن بابي، بتحبي بابي قد ايه؟ بتحبي بابي قد ايه؟ كتير قوي؟ بتحبي بابي اكتر ولا مامي؟ الاثنين. الاثنين؟ الاثنين بس قد الحوت. طب لما كسبتي اول ما بابي عرف ان انت بقيتي ملكه الجمال عمل ايه؟ حضنك. حضنك. حضنك جامد؟ احنا فرحانين بيكي جدا وانت النهارده نورتينا ومامي نورتنا قوي بجد، حضرتك شرفتيني ونورتيني وربنا يبارك لك فيها. اللهم امين. ربنا يخليكي. ودايما نسمع عنها كده كل خير. وهتشتركي لها في المسابقات الثانيه؟ لا بقى خلاص. يعني ما فيش سنين جايه ممكن تشتركي لها كمان؟ إيه لا بقى هي كده خلاص، بس يعني تكمل بقى في حاجه تانية هي نفسها فيها. طب عندها موهب؟ في موهبه معينه بتحبها؟ ترسم مثلا؟ اه الرسم، هي بتحب الرسم جدا. بتحب الرسم؟ دلوقتي بتتعلم باليه. الله. طب انت ليه مش بتحبي؟ صعب عليا شويه. باليه صعب عليكي؟ ليه بيتعبك؟ دي رجلي بتوجعني. انت ليه مش بتحكي لي يا ميرا؟ ليه بتخبي؟ احنا مش هنبقى اصحاب ولا ايه؟ مش بخبي عليكي حاجه. لا انا اللي لولا سالت. احكي لي على الرسم. طيب ايه اكتر رسمه بتحبي تعمليها؟ او رسمتيها وعجبتك قوي؟ يوم عيد ميلادي لما رسمتي لي ايه؟ رسمت لها هارت. الله. هارت ده كان تحفه. طب لو انت الهارت بايه؟ لون ايه؟ رد. ليه؟ كنت عامله رد؟ لا. امال عملتيه بايه؟ بينك واورنج. قلب بينك واورنج. ما شاء الله ده فظيع ده. طب الباليه مش بتحبيه ليه؟ عشان بيوجع لك رجلك؟ لا هي بتحبه بس بتقولك بيتعبني. مع انك شكلك باليرينا جدا اساسا. عشان لسه لسه بيوقفوها على بتوجعها. طب ايه اكتر حاجه نفسك فيها؟ نفسك ايه اكتر حاجه تعمليها؟ حلمي كده بتحلميه يا ستي. بصيلي بصيلي والنبي، هو انا مش عاجباكي؟ هو انت قمر عني طبعا واحلى مني مليون مره، بس بصيلي. ايه اكتر حاجه نفسك لما فيها؟ لما بصليش هقوم اخد التاج. ايه اكتر حاجه نفسك فيها؟ نفسك ايه في ايه؟ ايه فكر فكر فكر. ايه تعمليه؟ مش عارفه. طب ايه اكتر فنان بتحبيه او فنانه بتحبيهم قوي؟ دون نيلي وشريهان ودنيا سمير غانم. الله. طب ايه اكتر اغنيه بتحبيها؟ بيبي شارك. طب ما تغنيها لي. بيبي شارك تتريد. شارك. طب اغني معاكي. بيبي شارك دودو دودو. بيبي شارك تتريد. بيبي شارك. مامي شارك دودو دودو. مامي شارك تتريد. مامي شارك تتريد. مامي شارك. دادي شارك تتريد. دادي شارك تتريد. دادي شارك تتريد. دادي شارك. طب انتي شاطرة. ماما شارك تتريد. ماما شارك. خلاص يبقى هنجيب كل شارك. شطورة. برافو عليكي يا ميرا، أنا فرحانة بيكي جدا. اتبسطتي النهاردة معايا؟ كده؟ يبقى كده اتبسطتي صح؟ واو. أنا كمان اتبسطت أوي 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 بيكي. وهفضل متابعاكي بقى واشوفك هتوصلي لفين كده، وهتبقي شاطره في المدرسه ولا لا؟ لا هي شاطره. شاطره؟ بتطلع طلعت الشهر اللي فات الايدول ستودنت في المدرسه. واو واو. يعني انت جميله في كل حاجه. والستار. والستار اوف ذا مانس. ما شاء الله. برافو عليك يا ميرا. عايزاكي تفضلي شاطره كده على طول. اتفقنا؟ ان شاء الله. اتفقنا يا ميرا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. نورتوني وشرفتوني. ربنا يبارك لك فيها وتشوفيها احسن حاجه في الدنيا واحسن مما بتتمني كمان يا رب. ربنا يخليكي. ميرسي ليكي جدا يا حبيبتي. ربنا يخليكي. طبعا شفتوا ميرا نموذج مصغر للجمال، حاجه كده ما شاء الله عليها. ربنا يبارك فيها ونشوف كلنا اطفالنا زيها. مسابقات زي دي اشتركوا لاولادكم فيها، فرحوهم، بتكون احساس مختلف، بتخليهم من هم صغيرين عندهم ثقه بنفسهم، ودي حاجه كبيره جدا كلنا بنسعى لها.
حلقتنا لسه مكمله، هنستقبل دكتوره داليا العبودي اخصائيه الجلديه، واللي هتكلمنا في مواضيع مهمه جدا في فصل الشتاء وبالذات عن جلد ولادنا. ما حدش يروح في اي حته.